ما فعله هذا حسان توفيق الأسد لم يفعله الإسرائيلي بالفلسطيني، لم يفعله الداعشي والإرهابي بالمواطن السوري. الإسرائيلي هو عدو للشعب، فهو أشرف منكم. هذه السيدة وهي ريم حداد، خلاف بسيط بين ابنه وبين ابن هذا المجرم اللي هو حسان توفيق الأسد، فيبدو خلاف بسيط بين الأولاد. فحسان أفندي غضنفر البطل الأبضاي يقوم بالتوجه إلى بيت السيدة ريم حداد في المشروع العاشر، هو وزعرانه كلابه المسعورة يقومون بالتهجم واقتحام منزل السيدة ريم حداد والتعدي عليها وشتمها وضربها والتعدي عليها بأخمص بندقية أو مسدس على رأسها، ويتوجهون بعد هذا الاعتداء والاقتحام على منزل السيدة يتوجهون إلى قرية الحويز وهي قرية تابعة إلى ريف جبلة. يبدو السيدة أو زوجها في عندهم كازية يملكونها. يتوجه هذا القذر الأزعر إلى الكازية ويقوم بإطلاق النار والرصاص والقذائف على المحطة حتى إحراق هذه المحطة بالكامل. يعني هجموا على بيتها، ضربوها في بيتها، اقتحموا بيتها، طلعوا على الكازية، حرقوا الكازية، عملوا نوع من الإساءة، خوفوا الناس، عملوا إرهاب للناس. طبعا حسب ما سمعنا انه اهالي القريه اخذوا موقف وطلعوا قطعوا الطريق وقالوا ما بدنا الا يجينا الرئيس، لا نقبل الا بحضور الرئيس الى قريه الحويز. نتمنى من رئيس الجمهورية ضب زعرانه وضب كلابه وضب هؤلاء الأوباش وإعادتهم إلى أوكارهم. فالشارع السوري لا يحتمل كلمة.